بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنة وانتم طيبين. احنا مع بعض بقى النهاردة وصفة كباب الحلة. معانا بقى هنا ده فلفل مقطع، تمام، منه احمر ومنه اخضر، تمام، عادي. بصل مقطع، واللحمة هنا برضو انا ايه مقطعة، شايفين مقطعة قطع كده مكعبات صغيرة، تمام. ومعايا كمان هنا التوابل بتاعتي. التوابل دي عبارة عن كركم، كاري، ثوم بودر، بصل بودر، بابريكا، بس كده، تمام. انا حطيتهم على بعض كده، ده انا عاملاهم كده مجهزهم عشان رمضان، عشان موضوع ان انا كل شوية اخد من ده معلقة وده معلقة، لا انا حطيتهم على بعض كده فبيكون اسهل، تمام. هنبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة هنعملها، هنحط ايه زيت معانا هنا كده في الحلة اهو، نحط زيت في الحلة. نبدأ بقى بسم الله. نحط اول حاجة البصل. بسم الله نحط كمية البصل الجميلة دي كده، تمام. البصل بقى نبدأ نعلي فيه، نقلب بقى كويس لما البصل يتبدل شويه، تمام. لو انت بقى لسه معايا لحد دلوقتي في الفيديو، يا ريت ما تنسيش تحطي لايك، ولو لسه ما اشتركتيش في القناه يا ريت تفعلي زر الجرس عشان يوصلك من كل جديد ان شاء الله. نكمل مع بعض الفيديو. خليكم معايا بقى عشان الوصفه دي بجد جميله جدا، يعني والله العظيم بجد من الوصفات اللي فاهمه جدا ما شاء الله يعني. نفضل بقى نقلب فيه كويس كده، تبقى دجاج شوية عندي دجاج. نشيل بقى الطبق ده اللي كان فيه البصل عشان يعني نجنب الدجاج غلط كده، تمام كده. نبدأ معايا ملح اهو، حطه برضه نبعد الطبق اللي نقطع من النار. يبقى نقلب كده بسم الله. البصل دبل شوية صغيرة يا دوب، فهنزل دلوقتي عليه بقى بالفلفل. هننزل أول حاجة نطلع اللحمة، بسم الله، ننزل اللحمة كده. تبدأ الدنيا كلها كده ايه اذا كانت مع بعض، بعد كده هنزل عليهم عشان برضه ايه يستووا في قلب بعض كده. نقلبها كده، وصفة سهلة جدا وبسيطة جدا وما بتاخدش وقت. أنا سلقت اللحمة الأول كده نص سلقة عشان ربما تكون اللحمة كبيرة ولا حاجة، ما نعرفش برضو، فممكن تكون اللحمة برضو الجزار يكون لعب هنا ولا حاجة. مظبطين احنا بقى نحاول ان احنا يعني نتلاشى الورقة دي يعني، فبتسقيها نص سلقة، تمام كده. استنى اقلبها بقى، هسيبها دلوقتي على نار هاديه تاخد وقتها لحد ما تستوي. الوصفه دي سهله جدا وجميله جدا وما فيهاش يعني تكات كتير ولا اي حاجه، ما فيهاش يعني اي افتكاسات. جربوها هتعجبكم جدا، تمام. هخلصها بقى ان شاء الله هوريها لكم، خليكم معايا او في اي مكان تكملوا معايا الوصفه. الوصفه جميله بجد، اتمنى تعجبكم يا رب.